But I had to wait like 3 hours and stay upstairs with my friend's mom and just watch TV. Sounds bad. It was bad. Not as bad as stepping on a lit cigarette and a bee. Amen. Fifteen years ago, Sana'a streets, avenues, and little squares were not yet paved or dressed with stones and asphalt. Back then in this beautiful city where I grew up, the little streets of old Sana'a were still made of packed earth, often covered in mud or dust, and trash too. But I love this city. It was the city of my youth. Today, everything in Sana'a has changed for the better. But something sadder has slipped into the daily lives of the people of this city. Little by little, the shimmering colors of the dresses and veils of the girls and women have vanished. I remember the gaily dressed people mingling and commingling as they wound their way through the sometimes shadowy streets of the old town, giving the city a happier, less austere air than today. For about 15 years now, I see a procession of black phantoms gliding by, then vanishing into the dust of the city streets. For most girls, the veil doesn't bother them. It is synonymous with womanhood. It's their identity. I remember crying when I was 5 years old for my mother to give me a veil to disguise myself. Then, with the age, wearing the veil became like wearing a straight jacket. But where does the tradition of wearing the veil come from? The veil appeared in the Byzantine tradition as early as the 1st century, when the women of high society wore veils. So, the veil is not a creation of Islam, contrary to what many think. It is a creation of civil society, a sort of buffer to protect a family's honor, and reinforced today by the popular opinion. Social pressure is such that few girls or women would chance removing their veil. This girl took me right back to my youth, and I decided to follow her around. I was like her, but still, I had never ridden a bicycle. It was unheard of for a girl in those days. مسكم الجنابين وملطمهم ارقيا الجامع كله ارقيا والدي ارق والدي وكلهم كلهم ما نقول عق والدي عق والدي والجهل يشرحوا كلهم تعرف ما علي عند زراعي سكت ساي بعضلو بني سا أبعضلو بعضلو وقلت شحضل الصندوق شو اسمك انت غالتيني لجمية لجمية بتروحي على مدرسة؟ مدرسة اه بعد الغد ها؟ بأي صف؟ انا اعدادي اليوم بعد ما تخرجي من المدرسة اسف تعمل او صاله عم فلسيك ما حد يقول لك ليش تلعبي لا يتعقد ولا عاد بسري سواق بالموتور حق خوالي السيارة تسوقي؟ اه الموتور ايها بسيط ما يقولوا لك الناس؟ ها؟ يزيحوا لي ليش؟ لكن ما علي بيحسدوا لي انا لكن ما يتحاكوا علينا لكن بردي بيجي الموت أقعد أقع حاجة أقع مثلك أقع دكتورة أقع مدرسة أقع مترجمة ما بش عندنا مترجمة خير فإن شاء الله بإذن الله أقع مترجمة هني حق اليمن في اليوم إن شاء الله أقول أعلم من الإنجليزي أول حاجة أتعلمني بعد حاجة أتعلم من الإنجليزي أواصل القرية العدم بعد حاجة لا بالصباح لا بالدية أسر بعامة أوريهم السوق أعرف صنعا بكل أوريهم كل حاجة
برقة القليس السوق دي السوق الفضاء السوق السيكل السوق كل حاجة. بتلعبي انت مع العيل ولا مع البنات؟ مع البنات ومع العيال. ما خلاص كل فايدة. ما عملت؟ أنت تدرني وقحة. ما عملت؟ وقحة يعني بتضرب. بتضرب. ما عملت وقحة. تقول أني بتضربي في الفصل. صدق يا شلون ما بتضرب ولا شيء. بتقرأ عندي بتقرأ عندي. هم اخواتي خذي هم ما اخواتي ثلاث كلهم اخواتي عاش ما بتسمعي الناس بيتكلموا على كذا بتتألمي ما لا عدل من غير ما انا بعيش والله كلهم ليش بتسمي نجمي مجنونة هذا هو اللي يسري دورها ما بلا شجاعة ما شي زع ما بلاكم ما تخافش ليش بتعتبروها غريبة عليكم مش غريبة مش قصدها يعني غريبة علينا ما بيش بنات خرجت عندنا يعني ممنوع ذا حين خرجنا البنات ما يخرجوا ولا رجع ما بلا هي اللي تخرج أتخالتها كانت من الوقت وطلعت سينم وما فيها لو راحت سينم ما يزبر ليش ما تقالي لو رجال عادي تروح عادي سينما. عادي ليش تطلع سينم تقالي ما ينفع تقالي دي مني ما رأيك يا تقالي ها؟ ما رأيك تقالي دي يعني كل واحد بيخدع على تقالي أنا من عادي لو أختي لأضربه أنا متلفلفين بس ما دزها ها أقص الشراب أقص الشراب لا شراب البنت تلفلف أقص الشراب ده حلا البنت لحن تلفلف حلا البنت أقص الشراب تختاوي شريفة شلون هذا البراق وحكى وذي هتعيني بس الحاجة ما هيش أقص شو شو مالها ويش فوخر تاعه ما على هوا وزازها ما نجيب برقع ولا لا هذا بس يشيله عينه ما البرقع ما ينفعناش عادي ذي خلاص ما تشيلي البس شيلي المشيلي تحجبي بس شيلي شو انفوخ شيش عبير هذا يمير هذا المهم ما رأيت في نجمية نجمية شخص بنت ذكية شجاعة نجمية حافظة تواجه الجحاء يا عيني والله نزاع الرجل وعظم سوف قعمل قبل في تايزاني شعري عندي ما بش بش قلب ساعي قلبي قازي كل لحمه وانت عطق رضي ما لحمه يا ابن اكل كمال كل طاقي كمال قضية بس ما قضية وما بتخليني في نجمية لا 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 كل لحمه جمروني قبل الشيخ النجمية The streets of Sana'a belong to her. She is comfortable wherever she goes. The murderous looks of the men and the boys and sometimes the women and girls don't scare her. Here, it is her life. She argues. Laughter comes easily to her. She's playful. When night falls, she's still there doing what no girl her age would dare to do. ما رأيك في نجمي؟ أحسن البنات ليش؟ هم طيبة محترمة الناس ما هو اللي بيفاجئهم في شخصيتهم بيفاجئوا مني يعني زي ما تقول اخطب مع الأولاد مع هذا اللي بيتفاجئوا مني يعني منظر مشو طبعاً يعني لو هي بنتك كنت خليها من نجمي؟ لا أبداً ما أقدر في هذا الشيء ليش؟ أنا مش ما البنت يعني حرام يدخل مع الأولاد وكذا ما يصلحش لأنه الدين الإسلامي ما يعني تكلم في هذا الشيء البنت تختلط مع الوالد وكذا هل هو موجود هذا في القرآن؟ مش مكتوب في القرآن يعني أنا ما أسمع إنه أحاديث والله In the Quran, there does not appear to be any passage that clearly imposes the veil or the segregation of all Muslim women as many who deliberately attribute this custom of the veil to this religion. The sole aim is to hide women from others' views.
مسكين حبهم. قبض محمد قبض. زعلت من أشراب أشراب. ركض ناي بقول لك أبن الساق. لسعي. معي هني بنت ليلة أدب. كلمة قبيلي قبيلي يا من أنت قبيلي. أنا بتحبك مثل أخوها الكبير عيب. شو قال؟ قال ندب شو قال؟ ما أعرف. تحترم أخوها الكبير تتقاطع وتتشوي. في مرام ما تلف. عليك مني. أنا دي صغيرة. أنا صغيرة. صغيرة. عمرها في بطنها. لا لا دي صغيرة. هذا الزيادة كما هي ولد عادي لا عملتها كذا ليش؟ لا هي ولد عادي نخرب بحساد ما شان أزعي بحساد ما يقدرش يقلدني ليش الرجال لا يحكوا هي ملاسف الرجال قوامون عن نساء كيف قوامون عن نساء؟ كيف قوامون عن نساء؟ قوامون عن نساء يوقد يبقى هذه أشطر بنت عندنا في الحارة هم وما معلق اشطر بنت هذه ساعه قام خمسه على مجعل واحد هم ما رايك ما رايك فيها بنت حب اموره حلوه اموره حلوه ايوه بس ما راح ما ماشي جابها بس ما رايك في الناس اللي بيقولوا لانها بنت ما يصحش انها تعمل انها تلعب وانها تدري ليش حرم عليها ايش مش محرم تلعب لكن مش هكذا تلعب الانسان شرفه في راسه مش في شرفه في الحجاب تلعب لكن احيانا بتجي كلام على الشوارع حرام اني اسمح بنت تقتلها هذا شو من حق العيال كلام هذه الشاطره اشطر من هذا اعظم من الرجال هذا اعظم من الرجال لا تفكر تقصر كلام الناس تقصر عجر الرجال بدون اصبر زهر هذا كلام الناس Nejmia found the solution. Since she refuses to wear the veil that her parents and society demand, she wears it around her waist. حاليا وماشي ايوه ما يصدق شو انت تقعد مثلها ما من غير شر ليش 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 ما انا حكي انا ليش ما استنت تقعد مثلها انت تشي تقعد مثلها وماشي ماشي للما ما نزعج الا بيعذبنا بيعذبني واذا للما يا جهاد عيني بالعذاب يا ما هو شيء علي ها ما كيف اختار رضنا كيف حياه كيف كذا الجمهور اليمني كيف يتعلو ما كلمه يبشر القبائل يبشر القزقز يبشر كيف يندوا كيف ذا ما قيلني وشك فتش على الناس سامحني يا عم واحنا عجبنا من ضحك عندهم نجميه seems so comfortable with herself that she fascinates everyone even with an ice cream cone she's playful and provocative then her charm wins you over and the smile lights up even the stoniest of faces ياي ما شاء الله والرجل ذا يا شباب سلام انا هذا اللي تجي له الفلوس اشتري
صاحبي 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 خطيبي.